وبهذا الشأن ينضم إلينا مشاهدين من ريف إدلب حازم الشامي الصحفي. أهلا بك حازم. نعم مساء الخير. هلا مساء النور حازم. عملية إجلاء الآلاف من بلدتي كفرية والفوعة قد انتهت فيما أفرج النظام السوري عن عناصر تابعة لتنظيم القاعدة. كونك في ريف إدلب، هل من تفاصيل أكثر لديك بهذا الخصوص؟ نعم بالفعل، يعني حقيقة تم إنهاء ملف كفرية والفوعة بشكل كامل. يوجد بعض الدفوعات من المقاتلين سوف تخرج خلال الساعات القادمة من الفوعة. حقيقة يعني ربما نتحدث بأن جميع من أفرج عنهم هم تم اعتقالهم منذ شهر، وأيضا 3 أشهر معظم الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم ربما خلال ساعات قليلة تنتهي بشكل كامل عملية إخراج النظام السوري. كما ذكرنا، المعبر الوحيد الذي يستقبل الذين تم ترحيلهم من كفرية وفوعة هو معبر العقبي، وأيضا يعني دخول الأقاليم سوف يكون من ذات المعبر. بالمقابل يعني حقيقة ربما نلاحظ أن معظم الأشخاص الذين خرجوا من النظام السوري هم من نشر أوريتها، تم اعتقالهم خلال الحملة الأخيرة على مناطق ضواحي دمشق عندما دخلت قوات النظام إلى المناطق. من بقي في تلك المناطق من شبان تم سحبه من قبل قوات النظام، وفي هذه الآونة تم إخراجه ضمن الاتفاق المبرم بين هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى مع القوات الإيرانية. حازم، تزامن هذا مع تصريحات روسية بأن أهالي إدلب قاموا بتواصل مع وزارة المصالحة الروسية، يقولون لهم يطلبون منهم مصالحة أو تسوية مباشرة. طيب ما هي دقة هذه المعلومات، وهل من معلومات متوفرة لديك بهذا الخصوص؟ حقيقة يعني بالنسبة لعملية وبالنسبة للتصريحات الروسية، حقيقة اليوم غضب بالفعل في الشارع السوري ضمن الشمال. يطالبون الفصائل العسكرية بإعادة أبنائهم الذين تم اعتقالهم منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2015. هؤلاء الأشخاص الذين كانوا بالفعل يعني يقومون بالخروج في الثورة السورية وتم اعتقالهم من قبل قوات النظام، هؤلاء الأشخاص لم يتم إخراجهم حتى هذه اللحظة من سجون النظام. حالة الغضب فقط تطالب الفصائل العسكرية بإعادة هيكلة أسماء المعتقلين الذين سوف يخرجون من سجون النظام السوري، وايضا وضع اسماء الاشخاص الذين تم اعتقالهم منذ سنين وليس منذ اشهر قليله. نعم، اشكرك جزيل الشكر حازم الشامي الصحفي، كنت معنا من ريف ادلب.